لحم الحمير من جديد، ما تقوليش اسم المحل مشهور ولا مش مشهور، لأنه اسم المحل هنا مشهور. لحوم الحمير لماذا انتشرت بشكل كبير بهذا الشكل؟ تناولناها معاكم كثيرا وبنكثف عليها وبنسلط عليها الضوء علشان الناس تنتبه. كل ما يكون في إمكانك إنك في هذه الأيام ما تاكلش خارج البيت أنواع معينة من المأكولات اللي يمكن غشها. يعني مش عارف الناس اللي بتدخل يقول لك أنا الكبدة والسجق والكفتة وفي كشاك على الشوارع، يعني هو أنت عارف إنه الحاجات دي بعد خلطها بالبهارات هي كانت لحم إيه؟ تعالوا نشوف أيضا دي واقعة متعلقة بمحل مشهور جدا وتم ضبط لحوم حمير. احنا دلوقتي امام محل الكباب بحدائق الاهرام اللي تم ضبط لحوم حمير بداخله، وبناء عليه اصدر محافظ الجيزة قرار باغلاق المحل وضبط صاحب المطعم واحالته للنيابة العامة. طبعا الطب البيطري كان اخد عينات من اللحوم اللي بيقدمها صاحب المطعم، وتبين في نهاية الامر انها تحتوي على الفصيلة الخيلية اللي هي لحوم الحمير. زي ما احنا شايفين حتى المطعم الاسعار بتاعته زي ما احنا شايفين غالية. ده المحل تم تشميعه بالشمع الاحمر، زي ما احنا شايفين الاسعار غالية. كيلو كباب وكفتة ونيفة وفرخة ب 460 جنيه، عندنا كيلو كفتة، كيلو كباب وكفتة وكيلو شيش طاووق وكيلو نص مشويات مشكلة ب 800 جنيه. وعلى الرغم من ان هو بيقدم اسعار غالية، بيبيع باسعار غالية جدا، ولكن في نهاية الامر كان بيأكل الناس لحوم حمير. وده اللي خلى محافظ الجيزة يتحرك بناء على شكوى من احدى المواطنات اللي هي افادت ان ابنها اكل في المطعم ده وفي النهاية اصيب بحالة اعياء شديد. والله اللي هو بيركب بواقع البني ادمين لحم الحمير ده بني ادم عدم ضمير. مشكلة ان الاسعار عنده غالية جدا. وايه الاسعار هنا في الاخر؟ عشان الناس تطمن وتاكل. يعني الاسعار غالية عشان الناس تطمن وتاكل وتقول ده لحمته نظيفة وحاجته نظيفة. لو بعت رخيصة الناس هتخاف تاكل. لو رخيصة الناس هتخاف. الناس هتخاف تاكل، لو قلت لك اكيد بيجيب حاجات تعبانة وكده، انا اعمل حاجة غالية هجيبها عشان اقول ده محل نظيف وفخم وكده والحاجة كويسة. انا شايف عنده حاجات ب 480 جنيه كيلو لحمة وكيلو شيش طاووق. يعني انت رأيك فيه ايه بقى؟ ده انا رأيي مطعم ما حدش، هو هنا مظاهر. هنا الناس بتاخد بالمظاهر. انا معلش ناخد عربيه كبده رغيف بص بجنيه والناس بتقول ده وحشه، لا ده انضف من المحلات اللي انت بتشوفها هنا مظاهر كدابه على الفاضي. ده مش بني ادمين، ده ما عندوش دين، ده ما عندوش دين. ده حلال فين؟ ده ضرب بص في ميدان عام ضرب بالقلم، ما يتعلمش كده. اكلت كام مره في المطعم ده؟ حوالي ثلاث مرات. اهو ثلاث مرات. عجبتك بقى لحمه اللي كانت حلوه فيها؟ ايه اللي حلو فيها دي لحمه حمير؟ ايه اللي حلو فيها بقى؟ متاكد؟ مش عارف انا اكلت حمير ولا اكلت ايه؟ دكتور محمود النجار كبير الاخصائيين باداره التفتيش اللحوم بالطب البيطري بالجيزه، يا دكتور اهلا بيك. مساء الخير استاذ وائل. دلوقتي ده يعني هل اكتشفتوا ان دي لحوم حمير؟ هو الموضوع يا استاذ وائل انت عارف بتجيلنا من ضمن شغلنا شكاوى عادي يعني. فانا كان عندي لجنه سياحه مع اخوه دكاتره وكده ومندوب السياحه، فنزلت بقى على الشكوى دي، قلت بقى بس لقيت المطعم هو ما فيهوش حاجات كتير يعني مطعم صغير، بس لقينا الحاجه شكلها كويس قدامنا فقلنا طب ناخد عينه. فخدت عينه وديناها للمعمل، احنا فوجئنا بان المعمل قال لنا ان هي فيها فصيله خيريه. فطبعا بعد كده لا قال لكم فيها المعمل قال لكم فيها ايه؟ فصيله خيليه يعني. فصيله خيليه. فصيله خيليه يعني. فطبعا يعني خلاص خدنا الموضوع دوت والاداره عرفت كده ومدير المديريه وكله، فقلنا ايه ليهم مكان تجهيز تاني كبير. فانا نزلت خدت منه عينات من كل الحاجات اللي عنده. وقلت علشان اتاكد هل الموضوع المحل ده بيشتغل لوحده ولا السلسله كلها؟ فانا خدت العينات وديتها كلها سبع عينات ولسه النتيجه ما جاتش بتاعت العينه المحل الكبير. انما بالنسبه للمحل دوت ده طلعت فيه فصيله خيليه.
كلمة فصيلة خيلية دي تنطبق على الحمير وعلى الخيل؟ ايوه. فصيلة خيلية مع انه المحل شهير، يعني انا كل ما اسال احد رايح فين يا ابني انا رايح اكل عند فلان الكبابجي. ما علشان كده انا كان في دماغي واحنا بنفتش مش في دماغنا ان احنا هنلاقي حاجه زي كده. انا قلت مثلا الاقي ممكن اكل بايت حاجات كده. هي عملت نازله مع وهي لابن صاحبه الشكوى، قلنا زياده في الاطمئنان ناخد عينه. انا كان في دماغي عشان العد البكتيري والحاجات دي، فوجئت ان المعمل قال لنا كده. طيب هو يعني طالما انه دخل معانا اهوت بقى الحاج الاستاذ حسين حسني صاحب المطعم. يا استاذ حسين اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دلوقتي يعني انا لسه بقول ده المحل شهير، يعني انا كل ما اسال حد يقول انا رايح اكل عند حسن الكبابجي يعني. بالظبط تمام. بص يا استاذ وائل، نلاقي لحم حمير في النهايه، يعني الناس دي كانت لحوم حمير طيله السنوات الماضيه. بص يا استاذ وائل، انا بس عشان ايه؟ عشان الوقت بتاع حضرتك. احنا بقالنا 60 سنه في المهنه، احنا 5 اخوات وكلنا معانا شهادات ومتعلمين، ودي سمعتنا مش هنخاطي بيها ابدا. لو احنا مش هنخاطي بيها لو بعد 100 سنه فاحنا ربنا اعلم بينا. وان الموضوع ده انا 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 مقدم بلاغ في النيابه بشكك في العينه ديت، لاني انا مش واثق فيها، مش واثق في نتيجه المعمل. اصل هم الناس هيستهدفوك ليه ده؟ لا انا مش هيستهدفوني، انا مش محدش يستهدفني. هو الدكتور محمود النضاري اللي عمل المداخله مع حضرتك جه عندي وبيفتش عندي قبل كده، وجه مره واثنين وثلاثه، وعارف ان احنا اسهل ما علينا. احنا بقالنا 60 سنه مش هنروح 60 سنه كنا ندخل مستورد بدل ما انا مندهش. يعني حتى الناس اهو في الكنترول اللي كانوا كتير عندك بيقول لك احنا هننهق بقى. اللهم كان ابوك كانوا بقى مسلمين يا عم حسني. استاذ وائل انا كنت هقول لحضرتك لو كده انت نفسك بتاخد من عندنا، واسال بتوع الانتاج في جميع المسلسلات عند الاستاذ مدحت شلبي بياخدوا وجبات من عندنا. تدمرتني صحيا كده يعني. بالظبط. فلو كده شوف حضرتك بقى انت مالك بتاكل عندنا قد ايه؟ في حاجه زي كده حصلت؟ احنا حضرتك دي سمعتنا ومش هنخاطي بيها، بقى لنا 60 سنه في المهنه، واحنا 5 اخوات كلنا متعلمين ومعانا شهادات عليا وسايبين شغلنا. طيب يا دكتور محمود. ايوه يا استاذ وائل. الوقت عم هو انا طبعا ما كنتش هقول اسم المحل، بس هو دخل بقى فخلاص بقى محل عم حسني الكبابجي يعني. فهنا بيقول انه انا شاكك في العينه وانا اتظلمت. والله يا استاذ وائل احنا بعد ما طلعت نتيجه العينه احنا بنفسنا رحنا كمان يعني المدير الدكتور ميلاد مدير التفتيش، علشان المحل احنا عارفينه قبل كده كويس وكل حاجه، فراح بنفسه وسالهم هل ممكن يبقى فيه خطا؟ قالوا لا مش مشكله، احنا بنشتغل على الدي ان اي وحاجات كده. فاحنا يعني هو ده اللي خلانا ان احنا رحنا خدنا عينات كمان عشان نتاكد لنفسنا المحل الكبير، لان نتيجه المعمل المفروض ما بتغلطش. المفروض ما بتغلطش. لا طبعا ما فيش غلطه يعني. لا اصلا مش ما بتشتغلش. طيب يا عم حسن انت المصيبه في ده انك هتخلي الناس تقول بقى لا في لا محل شهير ولا مش مشهور. هتخوف الناس لانه سمعه المحل، يعني محل اسمه كبير وبيحقق ارباح كبيره، فانت محتاج ليه نغش ونجيب لحم حمير يا عم حسني؟ انا مش محتاج يا استاذ وائل ان انا اعمل كده. ده بالمنطق انا لو عايز اعمل حاجه زي كده كنت ادخل لحمه مصوره اللي لا ممنوعه ولا عيب ولا حرام، انما انا مش هضيع سمعتي عشان حاجه زي دي. وحضرتك موضوع ان التحليل دوت ما بيطلعش لا بيغلط، ممكن العينه ما تروحش في محفوظه في نفس المكان، ما تروحش في نفس اليوم، ممكن تحليل حضرتك كام تحليل قبل كده. لا اصلها لحم حمير يعني. لا هنا مش لحم فاسد، انت ممكن تقول لما خدوه من الثلاجه فسد. يا استاذ وائل انا مش متاكد ان العينه اللي راحت بتاعتي اصلا، لان هو دوت ما اتاخدتش ما اتشمعتش عندي في المحل ولا اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ وائل، التحليل ممكن اللحمه المستورده يا استاذ وائل اللي بتيجي من بره مصر وبتخش لحد ما تنزل في صحه البلدين، وانت جبتها وطلعت بعد كده فاسده، دخلت ازاي؟ مش اتحللت قبل ما دخلت وقالوا سليمه؟ وصلت بقى ازاي بعد كده طلعت بايضه؟ دخلت ازاي مش اتحللت وطلعت لجنه من الصحه والطب البيطري؟ طيب. والجهات القضائيه قالت ان كل ده سليم. انا بس يا عم هو انت المفروض بتجيب انت يعني واحد من اشهر كبابجي في واحد من اشهر 5 بص يا استاذ وائل كبابجيه في مصر، بتجيب لحومك منين؟ ايوه انا بجيبها من اماكن كلها معتمده، ما كان اماكن ما بشتريش لحمه من بايه، ما بشتريش من ناس ما اعرفهمش. والدكتور محمود النضاري معاك على التليفون، اساله احنا بنجيب رايك منين؟ احنا في حاجه الدكتور محمود ما هو معنى كده انك قلت يا جماعه ما في ظل ارتفاع اسعار اللحمه لا يا استاذ وائل هتيجي نكسب اكتر. لا كنا جبنا ونضرب لنا 100 حمار والكباب بقى انت عارف الكباب بيبقى مخلوط بالبهارات ومحدش حاسس. لا
لا كنا نجيب لحمه مستورده يا استاذ وائل، وما كناش نجيب حميه، نجيب لحمه مستورده ما دخلناش جهنم، كنا نجيب لحمه مستورده. واسال بقى استاذ وائل الاستاذ الدكتور محمود النضاي جنبك والدكتور ميلاد، اساله قول لهم انتوا دخلتوا عند حسني الكبابجي اكتر من ميه، شفت عنده لحمه مستورده؟ طب ما انا لو كده كنت جبت اللحمه المستورده وهو عندك وحلته. هو راجل مذهول يا 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 عم حسني، بيقول ده محل مشهور وانا ما كنتش متخيل ان انا هلاقي لحم حمير عنده. طب ماشي اقول لك حاجه ثانيه بقى يا استاذ وائل، دلوقتي لما تيجي تبقى انت اصابك فايخه سليمه ماشي، وتاخد من الفايخه السليمه ربع فايخه تحلله، يجي يقول لك ربع فايخه ده مش بتاع فايخه ده بتاع قطه، هتصدق المعمى ولا هتصدق عينيك اللي انت شفت بيها الفايخه السليمه؟ اسال الدكتور محمود شافي في خد اللي بالكندوز عندنا فايخه سليمه ولا متقطعه؟ نفس الكلام جاي بتفرم في المذبح عشان تشتري اللحمه مفرومه، انا بفرم في محلي والدكتور محمود النضاري يعلم كده وشاف مكان الفارم اللي عندنا، احنا ما بنفرمش ميه، ما بنشتريش مقطعات، ما بنشتريش مقطعات، بنيجي الفخده سليمه، فخده العجل الكندوز 50 كيلو، الفخده متشفيه 50 كيلو، يعني بالعين المجرده باين دي ايه؟ اما انا اخد من الفخده دي كيلو وافرمه ويجي المعمل يقول لي دي بتاعت حماي، يبقى انا اصدق المعمل ولا اصدق العينيه اللي انا شفتها فخده 50 كيلو؟ ما لا يعني بص يا عم حسني انا مش هقدر اشكك في المعمل ابدا. لا لا يا استاذ وائل ما حصلش قبل كده المعمل قال دي لحم حمير وطلع مش لحم حمير. يا استاذ وائل اللحمه المستورده اللي بتيجي من بره مصر بتخش ويقول انها سليمه وبتطلع بايظه، بتيجي منين؟ طب ماشي نحاسب الناس، بس ما يعني لا احد يتخيل انه عندك لحم حمير يا عم حسني. لا يا استاذ وائل مفيش كمان حاجه دي، والدكتور محمود النضاي فون الصوره اللي جت في البرومو مش هي دي، الصوره دي مش من عندنا، واسال الدكتور محمود النضاي العينات اللي واخدها قد ايه، احنا حوصي الكلام ده اللي هي فين، احنا في التحليل اللي احنا عاملينه ده اللي نازل بتحقيق. الصوره دي اساله وهو معاك على التليفون، هل الصوره دي شافها في الجيزه او في الفايل اللي هو راحه، الصوره اللي موجوده في البرومو ديت، اساله هو العينات اللي خدها قد ايه والكميات اللي كانت موجوده عندنا قد ايه، سواء في الجيزه او في او هنا تمام. وبعدين يا استاذ وائل انا لو انا بدور على مكتب انا كان زماني فاتح 50 فرع، وكان زماني مش واقف جوه الفرع بنفسي، انا ايه اللي يتعبني انا واولادي واخواتي كلنا كل واحد يقف في فرع، كان زمان عندنا بدل الفرع 20 فرع. احنا انا بس يا عم حسني اللي بيهمني صحه، اللي يهمني هنا صحه الناس، صحه الناس خاصه لما تكون انا عايز، لان بعض الناس يقول لك لا لا ازاي انت بتشكك ده اسم المحل مشهور يا استاذ وائل، مش ممكن يعمل كده. بص يا استاذ وائل اقول لك بقى حاجه، انت عايز تعرف الكلام ده حقيقي ولا لا اسال زمايلك انت اللي بياكلوا من عندنا وفي البرامج، اغمى عليهم في الكنترول اهو، نصهم اغمى عليه بعد ما سمع ده. لا لانهم كلوا كتير، فيعني انا ممكن مره ولا اتنين كده يعني. لا يا استاذ وائل عملناها يعني استاذ وائل. لا اسالوا يا استاذ وائل، واسال الاستاذ مهدي الأمات، واسال كل اللي موجودين، احنا اسال استاذ محمد سمير بياخد المسلسل بتاع الامام قد ايه ناس. هتقول اسماء الزباين يا عم حسني؟ انا مش هقول اسماء، انا عندي زباين قدامي يا دكتور محمود. حسما للموضوع ده، هل ممكن ان انتوا تخطئوا ولا لا يمكن ابدا اذا خدت لحمه من محل والمعمل قال انها لحوم خيليه يعني لحوم حمير، مش ممكن يكون في نسبه للخطا خالص؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي بالنسبه للعينه مش هيحصل فيها اي خطا، اقصى حاجه خطا ممكن يحصل مننا احنا ان زي ما حضرتك قلت كده ان هي ممكن يبقى تفسد عندنا. يعني يقول لك ده انت خدتها من الثلاجه فلما نقلتها فسدت زياده فبتدعي عليا، لكن هي كانت في الثلاجه سليمه يعني. تفكير زياده يقول لي ما خدتهاش اصل في كل من اصل مش عارف ايه، انما بالنسبه للمعمل اللي بيشتغل على الدي ان دي لا يمكن. طيب خلينا اسال يعني انت بتقول ما فيش، لا يمكن يحصل نسبه خطا في ده؟ لا يمكن يحصل خطا في دي، الخطا بقى من عنده، جايز هو كل اللي قال عليه سليم بس هو عنده حوالي 500 واحد بيشتغلوا، يعني هل ضامن ال 500؟ الله اعلم. طب خلينا اسال كمان الدكتور ميلاد نجيب رئيس المدير عام التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري. يا دكتور ميلاد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. دلوقتي دكتور ميلاد انا يهمني صحة الناس، وخاصة كمان لما تكون اسماء المحلات المشهورة بتبتدي كمان تدخل في هذه الاتهامات، او ما بقتش اتهامات يعني، ده بقت في تحليل معمل يعني. عم حسني بيقول لا ما انتوا ظلمتوني، هل ممكن يبقى عندكم هدف كيدي مثلا، او يبقى في نسبه خطا عايزين تدمروا سمعه المحل؟ بص يا استاذ وائل، هو اللي حصل احنا بنعتمد على حاجات معينه،
يعني في شكاوي بتجيلنا، في شكوى جات لنا مثلا من واحده باسمها بصورتها مصوره الفاتوره حتى بتاعته، فبعت اللجنه اللي فيها الدكتور محمود واتنين دكاتره تاني معاه، فسحبوا عينات. فلما بنسحب عينات احنا بنحلل في المعمل بخصوص صحه الحيوان حاجه اسمها صلاحيه. فانت طبعا قعدت تقول 2016 عامل حمير، فقلنا له ما تسحبش الفصيله خيليه. واضح ان 2017 كمان هيبقى عامل حمير كبير زي كده يكون فيه فصيله خيليه. للاسف الشديد طلعت النتيجه فيها فصيله خيليه. يعني هنا ما فيش شك، ما فيش حد يقولك دي مش لحم حمير. لا ده المعمل يا بيه بيشتغل بحاجه اسمها البي سي ار على الدي ان ايه، يعني استحاله. انا سالت برضو عشان اتاكد عشان ما اظلمش الناس والراقب، سالت استاذ في كليه طب بيطري القاهره قلت يمكن في شك ولا نسبه واحد، قال لي لا استحاله، هو ممكن يكون في غلط من حد من العمال عنده، حاجه اتدست حاجه بتاع مش عارف ايه، مفيش. وبعد كده انا شايفك بتسال الدكتور محمود على ممكن تكون عطلته العينه وحصل فساد، الفساد حاجه والفصيله الخيليه حاجه، والفصيله الخيليه حاجه تانية. لانه انا قلت يعني في احيانا البعض بيتعلل يقول لك ده اللحوم فسدت لانهم خدوها من الثلاجه قعدوها يومين في مش فاهم ايه او يوم او ساعات. واحنا والله يا استاذ وائل لا في عداوه بيننا وبينه، ده احنا بناء على شكوى. لو عايز الشكوى ابعتها لك عادي، وردنا على الشكوى والست بتستغيث ابنها عصل دوزنتاريا وبتاع، ده مطورنا حتى الفاتوره والاسنان. انا يبقى انا هنا باكد بشكركم جميعا، الف شكر. مين؟ روما حسني صاحب سلسله مطاعم حسني. طب خليك معانا دكتور ميلاد ودكتور محمود النجار. يا استاذ روما اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ. دلوقتي الناس هتبقى في حاله فزع يا جماعه وهلع. اسماء محلات مشهوره بيلاقوا عندها لحم حمير، ومحلات يعني عندها شهره وتحقق ارباحا طائله، يعني مش محتاجه انها تجيب لحم حمير. ادخلني اتفضل. ايوه يا استاذ وائل. فانه يبقى فيه واحد من اشهر خمسه كبابجيه في مصر يبقى عنده لحم حمير، فالناس مش هتثق. يا استاذ روما انت معايا ولا فين؟ ايوه استاذ وائل. ايوه استاذ وائل مع حضرتك. استاذ وائل تعليقك اتفضل. والله استاذ وائل يعني كده انا مش عارف وضع على الوقت كده بالنسبه للسلسله بتاعتنا، يعني انا ما اعرفش، يعني كل لما حد بقى يقول لك حمير ومش حمير وبتاع يسيئهم بقى لنا، انا مش عارف والله. انا السلسله بتاعتي معروفه الحمد لله في القاهره. ما هو المعمل المعمل يا استاذ روما مش حد تاني، المعمل. ما هو المعمل انا ما اعرفش المعمل والله يا فندم، يعني بس يعني بس مش احنا يا فندم يقول لك سلسله مشهوره. ايه سلسله؟ ما فيش سلسله. ما هي المصيبه انها سلسله مشهوره بس الناس دلوقتي لانها بتاخد دايما باسماء المحلات المشهوره. طيب وتصل يعني ده كلام برضه يا فندم، يعني عندها ثقه، يعني ده يرضي ربنا. ماشي هو اسمه حطي انا ما اعرفش، بس انا سلسله مطاعم حصلي يعني معروفه انا، ان انا في القاهره وفي اسكندريه خمس فروع وفي الكويت وفي السعوديه ولسه هفتح في السعوديه كمان، يعني مش عارف انا استاذ وائل ايه اللي بيحصل. ده اللي بيحصل ان الناس يا مروه بيقول احنا هنستهدفهم ليه؟ شكوى. طب يا استاذ وائل خدوا اللحوم واتضح انها لحم حمير. طب يقول حصلي ليه؟ ما يقول حصلي لكمان سلسله مطاعم حصلي يقول لي انا ليه كده؟ ليه كده؟ لا يعني انت ربنا ابدا. ما انت عايز تقول ان المحل ده مش تبعك؟ مش تبعنا يا فندم، مالناش شغل بيه، ده في الجيزه، اللي اعرفه ده في الجيزه، انا ماليش في الجيزه، انا بديني اتنط وبتاع ده وفي المعطم وفي الاسكندريه والكويت والسعوديه وهفتح في السعوديه تاني ومطلوب في الدول العربيه كلها. انا كمان بتاع الجيزه ما يعني حسني بتاع الجيزه ده مالناش شغل بيه يا فندم، مالناش شغل بيه. ما هو ماشي مشهور ده اسم زي بقيه المطاعم الثانيه المشهوره برضه، مش عايز اذكر اساميها يا فندم. يعني انا برضه يعني الحمد لله انا ليا سلسله كبيره اكبر منه، هو فرع واحد. خلاص يبقى انت حسني وهو حسني. طيب يعني انا بس يعني هنا يعني طيب يا عم روما انت عايز توضح يعني ان مش كل محلات حسني بالظبط يا فندم بالظبط. انا بقول لمعاليك، انا بقول لمعاليك في القاهره قدام السراك بول وفي اسكندريه وفي المعارض. يعني مش هتعمل بقى اعلانات للمقر بتاعك يا عم حسني؟ الف شكر. والله يا فندم يعني ان شاء الله ده لازم اعمل تنويه بكره في الاخبار، يعني ما يديش ربنا كده.
طيب ألف شكر. ليه من يا جماعة سواء حسني يسري أي حد، القضية عندنا هي في محلات مشهورة الناس بتقبل عليها، وهنا الناس بتاخد ثقة وفقا لأسمائها، فلما يلاقوا فيها لحم حمير يا جماعة تاني وتالت كلما أمكنكم ان انتوا تاكلوا داخل البيوت افضل، كل ما يكون في امكانك انك تعمل الرقابة الصحية على اكلك احسن. مش هتحس بيه دلوقتي، البعض هيقولك ما احنا بناكل، بس شوف طوابير الكبد والكلى والسرطان في مصر شكلها عاملة ازاي، شوف طوابير الامراض اللي بسبب ده بتحس بيها، هو ده المؤشر يعني. طبعا ده كلام في منتهى الخطورة، اتمنى انه الناس تبتدي